السلام عليكم. ما كنتش اخوت باغي نصور هذا الفيديو، ولكن هذه المظاهره هذه راه كنهضر عليها دائما، هي المظاهره ديال البارو ايست ويست اللي كدي حي السلام وكدي التمديد. هذه المظاهره هذه دائما كيكون فيها لومبوتياج، والحل الوحيد اللي كاين هنا وهو ممر تحت ارضي. اللي بغينا نعرفوا هذا المجلس البلدي هذا علاش ما كيفكرش باش في البروغرام ديالو اللي دار، هو اللي دار اللي يلاه بدا فيه دابا في هذاك برنامج عمل الجماعه، علاش ما فكرش في هذه الممرات تحت ارضيه؟ على الاقل اللي يديروا واحده اربعه ولا خمسه في المدينه ديال اكادير وسته اكادير. راه من قبيله وحنا واحلين هنا ضروري انني نصور لكم اش واقع. دابا شحال هذه الساعه؟ دابا 48 دقيقه. هذه اللي كيكلاكسوني عليا دابا انا هو الطوبيس، هو اللي كيكلاكسوني ارزا، وفاش كيكلاكسوني بنادم نعرف بانه راه مريض. ان انت كاع كلاكسوني اش غادي دير؟ غنطيرو حنا دابا؟ الا كلاكسونا هو راه غادي نطيرو. راه الناس راه ما كرهوش يدوزو، ولكن راه كاين لومبوتياج. فاش كيكون لومبوتياج صافي يدير بان راه ما كاينش البوليسي ديال السيركيلاسيون، والبوليس السيركيلاسيون شحال قدام يبقاو يسميتو يحضيو هنا ضروري ما يعياو حتى هما ويكون عندهم ليميسيون. راه الله يحسن العوان. اودي غير زيد اودي الطاط، ما تفضل كلشي خدام هنا غير الكلاكسون. كما كتشوفوا معايا عدد هائل ديال السيارات. احنا دابا غادي نمشيو حي السلام، غادي نشوفو حتى هو واحد شكرا. هذا هو شارع محمد الفاسي. هو شوفوا دخلنا عليكم والله. دابا شوفوا هنا، شوفوا الاناره العموميه، راه هذا المجلس البلدي هذا راه جا تقريبا دابا شي 3 زون هو جات المسؤوليه. جا على ما اعتقد في 2021 فاش جا. ورا 3 سنين دابا ما عرفتش اش بغا يدير. 3 سنين دابا هو شاد المسؤولية، اللي قادو غير الضو، شتي غير الضو دابا إلا قادوه راه ديرو غير الصفقات ديال الضو، راه ما عندك ما تسلم والو، الضو ما قادوش. وهذا راه شارع رئيسي، هذا يعتبر شارع رئيسي بالمدينة. الدراري مسكين هذا كيبات في الزنقة، الله يعفو عليه مسكين، الله يعفو عليه. كيقول أكادير راه ما عمرها، باقي عمرها. الزعبول كرموس كرموس، ولكن غيكون غالي، يكون شي 4 دراهم ولا 5 دراهم. الشارع هذا راه دائما عامر، ديما عامر. من نهار عقلت على راسي في حي السلام كنجي ليه وعامر هذا الشارع هذا.
الوطريه روين ديالي كان ادير فيها الحمله ديالي حيدوا لي هذاك الشيء ما توش كيتيب لي بقر رجعت حليمه الى عادتها القديمه باقي الناس كيتزاحموا باقي اذا داكشي اللي كانوا داروا راه غير سميتو شوفوا دابا هنا واحد المشكل كيوقع هنا في هذا الشارع بغيت نوريه لكم زيد الحاج شوفوا دابا هنا باش تعرفوا المغاربه راه ما كيحترموش القانون واش عمركم شفتوا ستاسيونمون في اليمين وفي اليسار سؤال مطروح انا كنطرحه دابا واش عمركم شفتوا ستاسيونمون في اليمين وفي اليسار انا اللي كنعرف ستاسيونمون كيكون في اليمين في شارع ما كيكونش في اليسار انتم دابا غادي تشوفوا معايا ديال واضح باش نورمالمون هنا هنا دابا خصك تقفيه القانون هنا دابا خصك تجي ديك سميتها اللي كتهز الطوموبيلات تجي تهز واحد 4 ولا 5 طوموبيلات كل نهار غادي تفالو ماديا وغادي تحل المشكل شوف 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 دابا الشارع شتيه بانوا لكم الطوموبيلات الخوت ستاسيون على اليسار هادو دابا كلهم راه مخالفين هادو شحال وحده هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة شي 20 طوموبيل اللي مستاسيونية شوف شوف الشارع هو اللي كيدي لبن سرقاو المهم بغيت نوريكم هاد الشارع هذا وبغيت نوريكم هاد البارتي هادي اللي كاينه هنا الفوضى العارمه في هاد حي السلام هذا وكيجيو الناس دابا كيجيو كيديروا هنا الشوبينغ ما كيبان لهم هنا بحال اللي قلتي دبي هاد مروه وهاد المجتمع الاستهلاكي هذا هادشي دابا هاد الحوانت هادو كلهم كيشجعوا على الاستهلاك دابا هنا كاين البير بوش حتى هو شي لباس ما عرفنا واش قريب هذا ولا نيكاراغوا انت ما بقى معي يلا الخوت شكرا لكم.